مرحبا، أنا الدكتور طارق توتنجي، عميد كلية الهندسة التكنولوجية في جامعة حسين التقنية. دراستي البكالوريوس والماسترز بالإلكتريكال إنجينيرينج والبي إتش دي بالإندستريال إنجينيرينج. رسالتي كانت في الارتيفيشال نيورال نتوركس، اختصاصي بالميكاترونيك سيستمز أند ارتيفيشال إنتليجنس. من مجالات المهتم فيها ماشين ليرنينج، روبوتكس أند كنترول. بهذا الفيديو راح أحكي لكم عن تعلم الآلي ماشين ليرنينج وعن مصادر يمكن تدرسوا من هذا الموضوع. تعلم الآلي ماشين ليرنينج هو فرع من الذكاء الاصطناعي artificial intelligence، بحيث يتم تطوير خوارزميات algorithms مبنية على معادلات رياضية وبرمجتها حتى يتمكن الكمبيوتر من تحليل البيانات واستخدامها للتعلم، لتصبح الآلي قادرة على استخراج معلومات واستخدامها في حل مسائل جديدة واتخاذ قرارات مناسبة من خلال neural networks أو الشبكات العصبونية، اللي هي عبارة عن نماذج لمعادلات رياضية تحاكي دماغ الإنسان. ويتم تصنيف خوارزميات تعلم الآلة إلى supervised learning، التعلم بالإشراف، unsupervised learning، التعلم بدون إشراف، وreinforcement learning، التعلم المعزز. ومن التطبيقات التي تستخدم فيها تعلم الآلة روبوتكس، روبوتات، autonomous systems، الأنظمة المستقلة، image processing and recognition، معالجة الصور والتعرف عليها، و natural language processing، البرمجة اللغوية العصبية. المهارات المطلوبة لإتقان machine learning: أولاً mathematics، رياضيات، خصوصاً probability theory، calculus و linear algebra. ثانياً developing algorithms، تطوير الخوارزميات. ثالثاً programming، البرمجة، ومن أهم لغات البرمجة في تعلم الآلة هو لغة البايثون. رابعاً analyzing the results، تحليل النتائج. ومن المتوقع أن ينمو سوق تعلم الآلة العالمي من 20 مليار دولار أمريكي حالياً إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول 2030. وعشان هيك أي شخص بيعرف يبرمج ويتعامل مع تعلم الآلة راح يكون له فرصة كبيرة بالعمل.